الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه تبح قلبي وكواه الله يا ربي الله كندي تنسى يدرنا وما درنا كل شي خلصنا الدار ديالي وبلورق سهام هددتني باش ما نعاودش نشوف ادم مره اخرى على قبل والدي ندير اللي ما كايندارش اش كديري انت حاجه قالت لي قبيله نجمع لك حوايجك شنو غديري دابا ما عرفتش والله ما عرفت علاش تعطيهم الفلوس والبارح دخلت غير بالصدفه وبان لي بلي الميساج تقرا تقدر شي واحد يكون عنده موط باس اللي استفزر ما يدير معاه شنو بغيتي ندير لك باش تكوني مرتاحه بغيتك تشري لي ابارتمون حيدي عليا داك الاكواريوم من تما ولكن سينا بالغا يتقلق جداتي ما حلاش الباب ادم ماما جداتي بابا قاش غتخلينا ندخلو فين غنمشيو ما تفكرش هادشي يا ادم تركزي في قرايتك ان شاء الله ربي غيكون معانا اها ماما عارف ربي غيكون معانا ولكن علاش اللي نخرجوا من الدار هي اللي خاصها تخرج حيت ولدي جداتك استغلت لا سيتوياسيون ديالي وكتبت الدار في سميتها دابا الا دابزنا معاها ما غنستافدو والو الدار ما غترجعش فهمتي ولكن دارنا ماما عرفت دارنا ادم عرفت دارنا ولكن ما عندي ما ندير دابا جدتك بغات تدلني باش نرغبها وانا عمرني ما ندير هادشي انا محتاجك ادم باش توقف معايا دابا خصنا انا وياك نعتمدو على راسنا نبداو من الزيرو باش نردو كاع داكشي اللي مشى الطريق غتكون طويله قدامنا ولكن انا وياك غادي نوصلو ياك
صافي يلا سير تقرا. ولد الحباسة ولد الحباسة ولد الحباسة أدم أدم تلقنوا تلق تلق تلقنوا مالك معاهم؟ ماما كيعايرونا كيقولوا لي ولد الحباسة. أجي لهنا أجي أجي وقربوا. أنا حباسة عرفتوا علاش؟ حيت قتلت بزاف د الناس، ولا عاودتو هضرتو مع ادم غادي نجي نقلب عليكم في ديوركم، وتا واحد ما غادي يعتقكم مني. سمعتيني؟ يلا خبروا. تا واحد ما غيعاود يبرزك. يلا سير. سلام سيدي. ادم ولدي تسناني في الهول تنهضر مع ماماك. مدام العمراني على سلامتك، ممكن نهضر معك؟ في الحقيقة مدام العمراني ما عرفتش مني غير ذلك. ادم في هاد الايام الاخيره ولا واحد الشخص عدواني وكيدابز مع كلشي. انا عارف ان هاد الايام الاخيره كانت صعيبه عليه، ولكن راه تقريبا يوميا كيجيو الاباء كيتشكوا منه، وكاين اللي كيهدد انه غادي يخرج ولده ولا بنته من هاد المدرسه. سيدي ولكن اليوم هما اللي جبدوه، انا كنت تما وشفت كلشي بعينيا. واخا هكاك ماشي مشكل، غنمشي عند ادم وغادي نشرح ليه باش ما يبقاش يديها فيه. المشكله صعبه من هكذا. جميع اباء التلاميذ كانوا متبعين قضيه المهدي العمراني ومتبعين المسار ديالها. و بغيتي تقول ملي كنت متهمه وتشديت في الحبس، هادشي اللي بغيتي تقول؟ شوفي يا مدام العمراني، انا ماشي قاضي وما مخولش ليا باش نحكم عليك. مادام انهم طلقوك يعني راه ما لقاو عليك والو، ولكن الناس واباء التلاميذ ما كيفكروش بالطريقه اللي كنفكر فيها انايا. خايف لا يبداو يخرجوا ولادهم من هذه المدرسه. واش فهمتيني؟ يلا ادم. ماما ما عنديش الامتحان ديالي. يلا ادم تم بعد ونشرح لك. هالو سالي ما شافي. شو ما عليك مجلس يعني البارح بالليل؟ كنت تالفة غيتا. عندك ادم. كنت تالفة. هزيت طونوبيلتي بالليل وبقيت كندور بحال شي حمقى. وقفت ونعست تلقيت ادم في الصباح كيفيقني كيقول لي فين حنا. دخلي بعدا ترتاحي وعاودي لي بعدا شنو وقع. متأكدة عندك يجي عالي ولقاني ما يعجبوش الحال؟ بيان سيغ خصو صاحبتي، يعجبو الحال ما يعجبوش الحال، حنا مالنا؟
واش صاحبتي واش غنخليك؟ دخلي اختي دخلي. دخلي مرحبا بك. شكرا على الحيطه. هادشي اللي وقع. كنت عارفه على زبيدة قبيحه. ولكن ماشي ضرر تجري على مرات ولدها وحفيدها في نص الليل. كنت نقدر ما نخرجش ولكن ما قدرتش، كرهتها. مابقيتش قادره نزيد نجلس معها دقيقه في ديك الدار. كرهتني فيها صافي تربح بها. واش غتسمحي لها في دارك؟ كنتي اما تسناي لافوكا ديال فاتحه شنو غيقول لينا وباش يقدر ينصحك، ولا كان شي اجراءات باش ترجعي لدارك؟ غيتا كنقول لك كرهتني في حياتي ماشي غير في الدار، واش كتفهمي؟ ما تحوليش ادم ديك المدرسه. اش ما نحولوش المدير براسو كيقول لي ما بقاش باغي يبيع. انا غادي نتكلف. كاين لاش غيتا؟ ما كاين لاش اصلا، حتى هو ما بقاش باغي يبقى تما. وبيني وبينك ما بقاوش عندي لي مويان باش نخلصها. نشوف شي حاجه اللي نقدر عليها. زينب انا والبنات غادي نعاونوك. شحال قدكم غيتا؟ شحال قدكم تعاونوني؟ صافي جا الوقت اللي خاصني نعتمد على راسي. وهي باش نتفاهموا، داكشي اللي عطيتوني كامل غادي نردو ليكم. غادي ندوز للسيت سر تي في ونشوف مع الكونطابل لا سيتوياسيون باش نعرف راسي علاش نقدر نعول. اش واقع؟ اش ما كتجاوبينيش؟ اش درت ليك انا في الحياه باش ديري لي بحال هكا؟ ما وقع والو. واش بغيتي تخرجي لي العقل ولا بغيتي تسطيني؟ ها دغيا تقلبشي عليا. كنا غنمشيو عند مولا ديال العراسات، دابا ما بقى حتى شي حاجه من هادشي. واش شنو واقع؟ خصني نفهم. شرحي لي شنو واقع. قلت لك خالد ما وقع والو، سير بحالك. دابا واش انا ما عندي قيمه عندك؟ واش بغيتي تسطيني؟ قولي لي تهزيني وتلوحيني بحال هكا وصافي يا خالد، ما زيدش تكمل عليا حتى نتايا. دابا لي ودا تصاور علاش باغا تفارقي معايا؟ هاد التصاور كلهم كذوب. دابا تهدني وشرحي ليا باش نفهم. الا ما تناقشتيش معايا ما غاديش نفهم. شنو واقع؟ قلت لك خالد ما وقع والو. علاش كتبكي؟ علاش كتبكي؟ بغى يشوهني وبغى يطيحني في عينيك. راه غادي تطيحي في عيني الا بقيتي كديري هاد الحاله في راسك. جمعي راسك ما تخلي حتى شي واحد يستغل لك. انا نسولك واحد السؤال، قولي لي انت شنو هو الذنب اللي درتي في هاد الحياه؟ شنو درتي؟ شنو الغلط اللي درتي؟ انا ما درت والو. انا تعرفت على الناس وكنت ناويه المعقول، هما اللي ما كيصدقوش. شنو درت انا؟ شنو ذنبي انا في هذا الشيء؟ انت ما عندك حتى ذنب في هذا الشيء. وانا هنا ماشي باش نحاسبك ولا ندير لك الدروس في المورال، ولكن بصح غادي تشرحي لي شنو واقع. قولي لي، حاولي لي كل شيء، ما تكذبيش عليا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلتي صباح وكريم المدرسة؟ وصلت. دقيقة نهضر معك. واخا. اسمحي لي زين.
شو ماما قلتي حتى المرة على سلامتك. اشنو كدير هاد المرة هنا وشنو باغا؟ ولا جايبه بالي ذاتها؟ عيب شويه هافك باش ما تسمعناش. دبزات مع ماما المهدي وما لقات فين تمشي وانا بروبوزيت عليها تجي عندنا لهنايا. ومع من تشاورتي؟ مع راسي عالي. واخا تبقى عندك غير نقطه واحده الانسانيه. السيده صاحبتي ومش حال هادي واش غنبقى مربعه ديا كنتفرج فيها؟ نسيت ما نسولك، فين عرفتي في الغيس بزولتي سبرة ديال تكورميتيا؟ ما قالش نهار ولا يومين، ما نبغيش نبقى نشوفها انا. سمحي لي يا زيد نزيدك شويه اتاي. شكون هذا؟ هذا بيلوت، تلاقيت معاه فاش كنت جايه من مدريد وعرفت انه عينو زايغين وكيتفلى، وعرفت حتى انه كان مجوج وطلق ومورا شي جوج ولا ثلاثه د السيمانات تفارقنا. هذا شنو عارفو؟ هذا تيقولوا لو سانتوس سميتو المختار، تيلعب في سبورتينغ كازا، فين تعرفي هذا؟ كنت تنبغيه بزاف، تخطبنا خلا حتى بقات سيمانه العرس، هو يتزوج بواحد اخرى. هذا وجهه ما خافيش عليا. شكون هذا؟ هذا اكبر غلط في حياتي. عمر الشاوي ممثل، شفته في التلفازه وعجبني، كان كيدير ادوار رومانسيه بزاف، صحاب لي واش انا غادي يكون رومانسي معايا. ما خليت ما درت معاه، ما خليت ما عطيته، ما خليت ما شريت ليه طوموبيل، مكانه، الكادوات، درت ليه لا بوبليسيتي، وفي الاخر صدقير كيتفلى عليا وتعتبرني حمقى وكيستغلني. ولكن عاقبه سمير وراه شغلو مزيان. كنعرف سمير علاش قاد. هو شكون هو؟ هذا اللي تتهضري عليه دابا عمر الشاوي، هو اللي تيصيفط لك لي ميساج، هو اللي تيقول لك عطيني الفلوس. باش عرفتي؟ بهذا الخاتم. هذا الخاتم قولي لي مول الموتور اللي عطيتيه الفلوس ياك هي كتسخر؟ ولما انت تعطي الفلوس تعطيهم لهذا، والله ما يدوخني. اش كديري؟ انا عيطت لسمير. علاش اش بغيتي؟ انا عيطت له نقول لي على هادشي. وانا اش كندير هنايا؟ شوفي انت خرجي هذا الموضوع دابا. شنو غدير؟ انا غادي نقول لك شنو غادي ندير، ولكن قبل خاصك تقولي لي فين غادي نلقاه وتعطيني كاع المعلومات عليه. واخا. بونجور. هذا مزيان مزيان ملي جيتي. علاش شنو وقع؟ ما عرفتش شنو وقع، ولكن مشكل كبير. السيبيلا معاها واحد المفوض قضائي. مفوض قضائي؟ اه. واخا ندخل نشوف. تفضلي مدام زينب. بوشتا مفوض قضائي. وكما كتشوفي مادام معنا مفوض قضائي يعني كاين مشكل، ومشكل كبير.
المحكمة حكمت على الموقع ديالنا باش تخلص تعويض لواحد السيد كان رفع لينا دعوة ديال القذف والتشهير. هاكي هاي قرا لي انت قول لي شنو تما. 3 مليون ديال الدرهم. شحال؟ 3 مليون ديال الدرهم، 300 مليون سنتيم، وخصها تخلص دابا بدون تأخير. علاش؟ علاش مالكم؟ شنو درتو؟ شنو كتبتو على هاد السيد باش تحكم عليكم المحكمة بهاد الفضيحة هاد الفلوس؟ هاد القضية كانت عند المحكمة قبل ما يغبر السي المهدي الله يرحمه. الله يرحمه، ما عرفت واش نقول الله يرحمه ولا ما نقولهاش. المهم نتمنى يكون باقي عايش. لا، خاصو يكون مازال عايش، خاصو يكون مازال عايش، وخاصو يرجع باش يفك هاد الحريرة ديالو. هاد الحريرة دابا اللي حنا اللي حاصلين فيها مدام زينب، حنا اللي خصنا نحلوها. السي المهدي ما عرفناش لا عايش ولا ميت، ما عرفناه حتى فين كاين. دابا راه حنا اللي خصنا نلقاو شي حل. واخا، شنو الحل؟ كاينين عندكم هاد الفلوس. سي عمر، واش ممكن تكلم لينا على اخر الاعمال ديالك؟ الفيلم الجديد ديالي كنلعب فيه واحد الدور ديال واحد الشاب طائش، واحد الشاب بدون اخلاق، وبطبيعه الحال كنبغي الجمهور ديالي ما ياخذش عليا ديك النظره، وانه خصو يفرق ما بين الحياه ديالي الشخصيه وما بين الادوار اللي كنلعب في الافلام. كيف كتعرفوا انا واحد الانسان على طبيعته، وكنبغي وكنحاول ديما نكون قدوه للشباب ديالنا. تبارك الله على السي القدوه. وي خويا، عندك ما تقول؟ تفضل نعبر مع راسك. غنعبر وغنفتحك قدام هاد الناس كاملين اللي غالطين فيك. شو عندك الحق تدوي معايا بهذه الطريقه؟ سيكوريتي، خرج عليا. هذا بعد منه، بعد منه ما تقيسوش. هذا خطيبي، وهادشي اللي كيقول كله بصح. عمر الشاوي نصاب وكيدير الشونطاج للناس، كيستغل الشهره ديالو باش يطيح البنات ويبروفيتي فيهم، وفاش كيعيقوا به كيبغيو يتفارقوا معاه كيهددهم باللي غينشر التصاور ديالهم في لي ريزو سوسيو. كذوب، هادشي اللي كيقولوا هاد الجوج كذوب. هذه مؤامره. كذوب، انت هو الكذاب. شكون انت اصلا؟ شكون انت باش يدير عليك شي واحد مؤامره؟ انا عندي تصاور وعندي لي زوديو اللي غيفضحوه قدامكم اليوم كاملين. ما دابا نشوفوا التصاور. قولي لنا شي كاين، تقدري تسمعي لنا لي زوديو مدام؟ قولي لنا شحال الضحايا. ورينا مدام التصاور. شحال عندك من التصويره؟ تصاور. قولي لنا شحال. قولي لنا. الله يخليك مدام، شحال عندك من التصويره؟ شحال من التصويره كاين؟ كامل؟ انت هنا؟ جيت نخدم شويه لي ميسك كما اتفقنا. مالك؟ علاش كتشوف تمايك لاباس؟ لا غير عييت شويه. ما خليك دابا. هاو، كنت عارفه طال الزمان ولا قصر كنت غنحصلك. غنحصلك غتحصليني؟ مالك شنو بقيتيني كندير؟ يا قلتي ما بقى عندك ما ديري بالسبور، شنو كديري هنا؟ كتريني؟ اونتخير مون فلاصة لهيها، ماشي في الفيستياغ. اجي بغيت نهضر معاك. علاش؟ عليك وعلى علي. واخا، ولكن انا اللي غنهضر. حتى انا عارفك علاش باغا تسوليني. انتي باغا تعرفي واش عندي علاقة بالسي علي. ودابا كتسناني نحلف ونكر ونقول لك لا، اقسم بالله ما عندي به شي علاقة. انتي عارفة وانا عارفة بالله حلفي غير كتب. عندي علاقة بالسي علي. ومن شحال هادي؟ من شحال هادي؟ وي مدام غيتا، ياك انتي دوزتي حياتك كاملة في السبور، يعني انتي أول وحدة خاص يكون عندها ليسبري سبورتيف. ميمكنش تربحي كاع لي كورس. كيجي واحد الوقت فين الإنسان خاصو يتسحب بهدوء. واش حماقيتي؟ كيفاش عطي راسك حق تهضري معايا بهاد الطريقة هادي؟ كيف ما انتي كنتي كتعطيني محاضرات في الروح الرياضية، وكيفاش الواحد يدير باش يربح لي تخوفي ولي ميداي، وانت الباركور ديالك كله غش ودوباج. حتى البنت مسكينه اللي عطالك الله خرجت مريضه بقوه داك العجب اللي كتاخذي. اش كديري هنا؟ كان عندي رونديفو مع المدام الثانيه ديالك. اشنو؟
تقريبا 12 عام وحنا مزوجين، عمرك ما دخلتي حتى ملف على الدار واخا غير بنتك. دخل دخل دغيا، مدام صوفيا غتقلق الا تعطلتي عليها. كتحسبوا تعاودوا بحال غيتزادوا؟ واش فين كيمشيو هاد الفلوس هادو؟ هو كانت عندي 600 درهم كنحسب دابا كنلقى 170 درهم. وانا تكون شريتي ولا خلصتي بهم شي حاجه ونسيتي؟ لا لا ما شريت ما خلصت ما والو. كنحسب هاد المرات بحال شي جن كيصرف معايا. جا ايميل من سيرفيس لانفورماتيك. انت دابا الماسنجر ديال مهدي شي حد خليه من تركيا. تركيا؟ شكون غيكون فتحهم تركيا زعما؟ يكون هو مشى لتركيا؟ يقدر يكون مشى، اصلا راه ساهله ما غيحتاج لا فيزا لا والو. هادشي اش غديري نجات؟ غتقادي واحد لانيز ياك؟ اي واحد من طرف المهدي له انتوراج ديالو والحيل ديالو، اي واحد يقدر يحل الميسنجر ديالو من تركيا ولا يكون عنده المود باس ياك؟ وصيفطي السيرفيس كونسيرني. شاف واش عرفتي انا شحال واحد خصني ندير في هاد لانيز؟ اصبري شويه معنا. واخا عطيتو من جارنا اللي كاين لتحت. شنو هما؟ الفلوس. الفلوس اللي قلت لك ما فين هما؟ ايه عرفتي نسيت الروبيني مطلوق هبط ليه الماء على الصبيغه عطيتو 400 درهم. هذيك لانيس اللي غديري غتحط لي فيها السميه ديال مولاة الميساج فرح القاسمي. فرح القاسمي؟ واش كدر من نيتك؟ ديك راه محال تكون فاتت طنجة، دخلت لاباج فيسبوك ديالها راه واقيلا الطوبيس كتمشي فيه سالتها، عاد تمشي في الطيارة. اي حطي انا جات. هذيك البنت ما مرتاحش لها. اللي بغيتي الشاف واخا. انا توحشتك وكنبغيك راك عارفه ندير اي حاجه على ودك، ولكن راك عارفه اني خدام خدام راه ما يمكنش، ما تبقيش تعيطي لي انا نعيط لك. صافي صافي واخا وصافي. من بعد من بعد من بعد عافاك والله حتى توحشتك وكنبغيك راك عارفه كلشي ما كاين ما نخبي عليك وصافي. يلا 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 صافي بسلام بسلام. خالد كنتي كتهضر مع سي عميك يا صافي تصالحتو اشنو يا كلشي واد كلشي بخير؟ لا ها لا زعما كلشي مزيان كلشي بخير؟ لا 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 بان ليا ماشي كلشي مزيان كلشي بخير. عيط لها عيط لها نهضر معايا يلاه ما تحل فيا فمك اصاحبي عيط لها باش نصالحكم. ما عنديش روشارج. روشارج كاين اصاحبي عابون على حساب الشركه. خالد انا نعيط لها من عندي دابا. سي سمير اسمح لي ولكن عافاك خليني نحل مشاكلي مع سيهم بوحدي. اوكي انا غير بغيت نعاونكم وصافي. بارك الله فيك شكرا. كذوب
هذيك صوفيا ما عندي بها حتى شي علاقه، ما عندي بها حتى شي علاقه، وداكشي اللي كيدور في راسك راه غير تهيؤات. وليتي كتعرف التهيؤات، بركه من الكذوب، كلشي واضح وباين. انا كذاب؟ انا كذاب، انا كذاب. انت شكون اللي قال لك هاد الهضره؟ لالا صوفيا الله يجزيها بخير عاودت لي كلشي. ما يمكنش، ما يمكنش. يمكن ونص، الا ما تيقينش عيط ليها وسولها. كذبات عليك، هذيك راه غير كذبات عليك. كذبات عليا، وحتى الناس الاخرين كذبوا عليا. زعما سهام هذيك راه هبيله وكذابه هذيك. سهام عجب سهام. دابا عاد فهمت علاش وقت ما كنجبد لك السيده كتدخل وتخرج في هضره، حيت كنت عارفه ما بغاش تقول ليا. كلكم كذابه، والكذب بديتي انت الاولى. نسيتي الماتي ديالك مع المهدي ولا نفكرك؟ نفكرك بركه من الخوات. واش نفكرك بركه من الخوات؟ شش، ما عمرك تقولي لي شت. وهاد السيده ما كنعرفهاش، سمعتيني؟ شنو كتقول زين في ملك الواحد تسكت على الدار؟ وهاد زين بعدي عارفه داكشي اللي كان بينكم راجعها. ما غاديش تسكت انت جبتيني حيد. سي خالد غير سير لبغيتي ترتاح، راه ما عنده ما يوقع هنا في الشريك، راه الامور هادئه. ويلي زعما راه سي سمير اللي عيط ليا وقال لي ملي خصني نرون بلاصيك، كان خارج من البيرو وبنتي لي شويه عيان، تقدر تمشي راك صاحبي خدام. واخا سيدي، ولكن شوف الا وقعت شي حاجه عيط ليا في التليفون، المسؤوليه راه صعيبه الله يحفظك. راه ما عنده ما يوقع صاحبي، كون هاني راه بحال كاين هنا. صافي تهنى. يلا بسلامة. هذا باباك تنسافر انا وياه. هذا هو باباك. وهذه ماما. ماما كي طاطا زين بعرفته. وهذه فرح. فرح شكون فرح؟ هي هذيك اللي كانت سافرت معنا في العروبيه. خرج من بيتي، ما غنمشيش دارنا هادي. انت قريب تخرجي انت وماماك، سير فحالك. ولا ما مشيتش شتي واخا انت كتقري في مدرسة الفلوس، انا احسن منك الكسولة. انت بكيتي عاوتاني، بقيتي على خاطرك؟ انت ماشي شغلك، انت بعدا ماماك مدوزة الحبس، انت بعدا ماماك مجرمة، قتلت باباك ورماتو في البحر. هادشي كذوب ماشي بصح. ايوا علاش ماماك مدوزة الحبس؟ انت فاش غتكبر غتولي مجرم وغتدوز الحبس بحالها. بعد مني قلت لك وبعد مني. منك لاباس؟ شنو كاين؟ ضربني وقال لي باباك عرج. كذاب، ما قالش لي باباك عرج. سكتي انت، سير تجلس، ما نبغيش نبقى نسمعكم. شش. غتجمعي عليا حوايجك وولدك وغتخرجي تعطيني اتساع من داري. الواقع الواقع والو، ما بقيتش بغيت نشوف هاد السيده وولدها عندي في الدار. ويلي على فضيحه، ويلي على راجل كيقولوا عليا عرش. انا عرج؟ انا مازال كيعايروني هاد الدريكه الناقصه. ولكن انا عرج؟ راجلك هو اللي تسبب لي في هادشي. اختي زينب سمحي لي، مسحها فيا عافاك، حشم شويه. علاش غادي نحشم؟ من نهار عرفت هاد الدريكه ديال العمراني وانا اللور اللور. تسكت. ما غاديش نسكت، يبعدوا مني يعطوني اتساع، سمعتيني؟ زيد
ما تديوش عليه، عافاك راه حمق، راه ما كيعرفش شنو كيقول. رجعي عافاك. صافي هيتا، ما غاديش دير لك المشاكل، هز اذان بشويه وباسي. هو اللي خصو يخرج ماشي انتيا. هيتا هادي شحال من عام وانت كتحاولي تحافظي على عائلتك، ما غاديش نجي انا ندير لك مشكل دابا. وما تخافيش راه ما مقلقاش، ولد الحرام ديما مشوهني. علاقتنا ما تبدل فيها حتى حاجه، وماشي هادشي اللي يخسرها هيتا. صافي تهناي دخلي لدارك. وفين غتمشي؟ عطا الله فين، عطا الله فين، ما تخافيش. عافاك الا ما لقيتيش فين رجع عندي. فين غادة؟ وانت مالك؟ كيفاش انا مالي؟ سولتك فين غادة جاوبيني. خارجه نمشي نسهر شويه، عييت من لاغوتين. ومع من غتسهري؟ الا قلت لك مع من غتجيك الغيره. نبيل عافاك، واخا تعطي الاوسكار ياكل. شكون هذا الاوسكار؟ البيروكي. وانت ترجعي انت وكلي انت، اش نوكلو انا؟ لا انا ما غاديش نرجع، السهره غتكون شويه طويله. وما خرجتش ندير لك شي فضيحه. لا ما تخافش، واخذ الاحتياط ديالي. يلا بونسواري، بيزو. نبيل كتب، نبيل كتب. اش قلتي؟ ها؟ فيك ما صفر سير. نبيل كتب. انا مشيت تفيقني نتفاهم معك، كتسمع؟ طلق 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 طلق. خمسة خمسة. بالي بالي بالي. يلا 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 يلا. عمر في الطوموبيل سر ما سر الله. سي خالد الله يرحم لك الوالد. سر ما سر الله. عند بالك دابا انت مطور. انت اسمعني، راه الكراطن فيهم الصبابط غاليين، ندير مع شي كليان نديهم لهم والباي ديالك يجي حتى لعندك. الله يرحمك. اش كدير سي خالد؟ والله غنعيط لك البوليس. شو مالك؟ عندنا عائلاتنا. انت شوف انا غنردك شي فين كانوا ومريض المعده. عندكم العائلات، الناس دايرين فيكم الثقه وانتم كتشفروا. والله حتى غادي نعيط لك الموالين، انتم اللي غيتفاهموا. الله يرحم لك الوالدين. بوسطك راسك. الله يرحم لك الوالدين. سكوت. شوف الله ما نعاود. قلت لك سكوت. والله تردهم فين كانوا. الله يرحمك. سكوت يا صاحبي سكوت. الله يرحم لك الوالدين. غتشري عليا. الله يرحم لك الوالدين. خليني نردهم فين كانوا. خليني. هاي. برافو. لا 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 لا، اسمح لي نصفق عليك. فريمون برافو. ما فهمت والو سي سمير، اش واقع؟ خبرك انت دابا يلا دوزتي الكونكور، تقدر تقول بحال داك الشيء باش كيطلعوا للنيفو ولا ليشيل 11. برافو شباب. ميرسي شاف. سي خالد تبعني بغيتك. Thank you.
الو. نعم مدام زينب. محتاجك عافاك. واخا انا غنصيفط لك لوكاليزاسيون. واخا. قبيله كنتي تالف، حسيت فيك بحال كنتي باغي تقول شي حاجه. ما كنت باغي كون قبلتي الفلوس من عند هذوك الشفاره. وعلاش؟ انا عمرني ثقت فيك. وكنت باغي كدير الغلطه ديال العمر باش نتهناو منك. ما تديرش فراسك، مرحبا بك في عائلة أنوار. خذ هاد الفليسات، بغيتك تفرح سهام. خرج انت وياها ديروا شي عشيوه زوينه، خذ ليها شي بتي كادو تا هو. ولكن ما تقولش لها بلي انا اللي عطيتك هاد الفلوس. ما عرفتش، قول لها ولا وردتيهم ولا كنتي جامعهم في شي بلاصه. ولكن سهام كتعرف عليا كلشي، راه ما يمكنش تقبل هاد الهضره هادي. قول لها ربحتي في اللوطو. سيتو. المهم لما نوصيك تهلا في البنت. واخا أبيل تكون خارج نسد معاك الباب ديال الميرو. الله كيف ندير تنسى لي درنا وما درناه.